بعد أن استشعر الشباب الذقري أهمية إرثهم الحضري، أخذوا على عاتقهم افتتاح 4 قاعات متنوعة بعد تأهيلها داخل المتحف الحضري لمدينة الناصرية بحضور النخبوي وبمشاركة عدد من المحافظات العراقية. بعد التأهيل الأخير افتتاح قاعات جديدة، ضمت هذه القاعات قطع أثرية سومرية ولقى طينية تعرض لأول مرة، وأيضا قاعات أخرى للطفل وقاعات للنشاطات الثقافية. رافق الحفل أيضا بازار اجتماعي وأيضا معرض للأعمال النحتية والأعمال التشكيلية والخط والزخرفة، وكانت هناك مشاركة متميزة من قبل فرقة الإنشاد في معهد فنون جميلة في ذيقار. يعني حقيقة اليوم شيء مفرح جدا، حقيقة أنا اليوم قدت السيارة من بغداد إلى ذيقار كل شوقا ولهفة أن ألتقي بذيقاريات حقيقة وذيقاريون الأصلاء اليوم، وأن أكون حاضرة في افتتاح هكذا حدث تاريخي ويعني أمني أيضا مهم، لأنه نعطي رسالة اليوم لكل العالم أن المحافظة بخير، المحافظة في انتعاش، المحافظة تنبض بالحياة، المحافظة اليوم تعمل على استقطاب أبناء المحافظة، يعملون على تثقيف لحضارتهم ولأهوارهم ولمدينتهم ولكل التفاصيل الجميلة. كما وتضمن هذا الافتتاح عرضا للأزياء بحلة تاريخية، فضلا عن السوق الخيري الذي تضمن عدد من المنتجات التي صنعت بأيادي شبابية إبداعية لاقت استحسان الحاضرين. جدا سعيدة وفخورة بحضوري عادة افتتاح متحف الناصرية الحضاري. احنا جينا من بغداد خلال هاي اخر 3 ايام وشفنا الجهود الكبيرة والجهود الجبارة اللي كانوا يبذلوها، بس حتى يشوفون صورة حلوة عن الناصرية، حتى الاعلام يشوف، حتى الوطن العربي والعالم كله يشوف الناصرية شنو تاريخها شنو. شبابنا يستاهل، الناصرية تستاهل ان يكون هاي التخطية، والجهود الشبابية اللي جوا اذا شفتوها فهاي وحدها موضوع كامل. اليوم مثلت دور الملكة البابلية سميرة ميس، اللي هي كانت مثال للحب والجمال والحرب. حكمت العراق 42 سنة، كانت من الملكات الجريئات. يوم حضاري ممزوج برسالة واضحة عنوانها الإرث التاريخي، حاضر في كل زمان وطريق لكل الأجيال يرسم لهم خطى النجاح. لبرنامج يوم جديد على الهادي، ذيقار. شكراً.